كنتوا واخدين اجراءاتكم برضو او احتياطات كده معينه علشان يعني لا قدر الله برضو ما يحصلش اي حاجه او اي انتقال للمرض؟ هو كده كده اصلا احنا ملتزمين بالعزل المنزلي واهله ملتزمين بالعزل المنزلي. فهم جنب العربيه من بيتهم على طول على بيتنا. مع ذلك احنا لان هم كمان ساكنين جنب بعض. اوكي. فكلهم اللي هم كام شارع من بعض. بس جم طبعا احنا كنا مجهزين البيت مسحين بكلور عطينا الادوات كان في جل للايدي اول ما هم جم من بره حتى كل واحد غسل ايده ووشه كويس جدا بصابونه. حطيتوا فوطه على الارض فيها ميه بكلور يا ايه؟ صدقي ان هو كان قايل لي كده يا ايه اعملي البتاع وحطي عليها كلور عشان احط عليها رجلينا. صدقيني احنا فكرنا كل حاجه ممكنه يعني ما فيش حاجه ما فكرناش فيها. ولما مشي عقمنا البيت تاني يعني عملنا تاني ميه بكلور. حلو. على كل حاجه.